رح نروح هلا بدنا نروح للفقرة الطبية. الحصول على بشرة شابة لا تعاني من مشاكل والعمل على تأخير الشيخوخة وتقدم العمر هي أمنية كل سيدة لتبقى جميلة ومتألقة وتستمر تطورات الطب التجميلية بشكل سريع لتفاجئ السيدات بإمكانية تحقيق هذه الأمنية عن طريق حقن البلازما والبوتوكس والفيلر الأكثر شيوعا اليوم في مجتمعاتنا وحديث الصباح والمساء في جلسات الصبايا اليومية لطلة أصغر سنا وأكثر شبابا. ما هي هذه التقنيات وهل هي آمنة بالفعل؟ معنا الدكتور رائد نواهد ماجستير دراسات عليا جلدية وبورد جلدية وتجميل. يسعد صباحك. صباح الخير يا هلا. سعد صباحك دكتور. صباح بداية خير. مثل ما ذكرت سمر بالبداية عالم التجميل هو عالم واسع وكل ما نوع عم يتطور من ابتداء من الأسنان البسمة الجميلة الهوليودية لحقن البوتوكس الفيلر البلازما يلي شهدت كتير مؤخرا ضجة كتير كبيرة. صحيح. مو بس بالوجه وأيضا بمناطق الرأس. خلينا نحكي عن هذا العالم الواسع بداية. شو حابب نبدأ؟ هلأ كتير هلأ تطور العلم ومع تطور العلم صار الواحد عطول يحب يهتم بحاله. أكيد وخاصة أنه هلأ صار التوجه على الشيء الطبيعي اللي ما كتير أوفر مثل قبل. فدخل التقنيات الجديدة مثل ما تفضلتي حضرتك مثلا البلازما أحد التقنيات اللي أخذت فعلا ضجة كتير قوية بالعالم. ليش؟ لأنه هي من جسمك يعني ما عم ناخد شيء غريب تماما. فمواد عم ناخد من جسمك اخترعوها العلماء اجت من فكرة تصنيع الكولاجين بعد الجروحة يعني فكرة كتير طبيعية. نعم. فنحن بنسحب دم وبطريقة معينة بنحقن بالجلد خلايا. هاي الخلايا مستخلصة من الدم وظيفتها أنها تعطي تحفيز كولاجين تعطي نضارة بالبشرة. فنحن إذا حقنا هالمواد هاي بالوش فكتير بنعطي نضارة ممكن نروح الكلف ممكن يعني نجدد البشرة. فهي كشيء كتير طبيعي بضل وكعناية للبشرة مفروض نعملها. نعم. هاي هاي دكتور حكينا عن البلازما. هلا ممكن ننتقل للبوتوكس. باي عمر ممكن الصبيه تبلش وتبلش بتعمل بوتوكس؟ هلا كثير بيسالوني هالسؤال انه دكتور لازم نبلش نحن لسه بكير. لا بالعكس كل ما بلشنا بكير بيكون احسن. فعطول انا بحب عطول الوقائي افضل من انه نعالج. يعني ما بنتظر التجعيد لتطلع اجي عالجها بالبوتوكس. فانا عاده ببلش على عمر 30. 30 كثير سن مناسب للبدء بالبوتوكس. تكون التجعيد لسه ما حفرت لسه ما اخذت ما تعب الوجه. نعم. فمنبلش شيء وقائي. البوتوكس بيدوم تقريبا شيء 4 ل6 اشهر احيانا على 3 يعني 3 أو 4 أو 6 اشهر. كثير انا بحب الشيء الطبيعي يضل في حركه بالعضلات ما نعمل التجميد الفظيع هذا اللي بنسميه البيبي بوتوكس. هذا مؤخرا انا بحب اشتغل فيه فكتير كثير عم بيعطي لطافه بالمظهر المنظر الطبيعي ابتعدنا عن المنظر المندهش اللي كنا نشوفه قبل. يعني مع تطور العلم عم نلاقي تقنيات احلى واحدث. نعم يعني تطور العلم سمر وخاصه في النواحي التجميليه طبعا شهد عليه يمكن مؤخرا وخاصه عنا ايضا. لكن خلينا نحكي يمكن انت حكيت على البيبي بوتوكس اللي تمام. هو جميل للسيده طبيعي ما نو جائر. عم يعانوا السيدات عم يلجؤوا السيدات وهذا نقطه كثير مهمه لمراكز التجميليه التي تفتقر لطبيب واخصائي تجميل طبعاً. عم يتم حقن البوتوكس او الفيلر بمناطق غلط طبعا عم تتشوه السيده او الصبيه بدل ما ينعطى مظهر حلو تتعدل. يا ريت نحكي عن هذا الشيء قديش هو خطر. كثير خطر. هلا انا كثير بنصح العالم وبوجه رساله لكل الصبايا اللي عم يشوفونا هلا حتى مو بس الصبايا صبايا وشباب. فالاهتمام للاثنين ضروري. فانه نعرف لعن مين بدنا نروح لانه هلا الاخطاء اذا الطب التجميلي كثير بيطلع حلو بس اذا صار في اي خطا انه مصيبه يعني مو سهل تشوه. فايوه بيتشوه الواحد. فضروري كثير نعرف لعن مين بدنا نروح. اخصائي جلديه تجميل او جراحه تجميل هدول مخولين بعمل هيك قصص. اما بتلاقي خبيرات مثلا مع احترامي للكل انه ما عندها خبره فكر القصه دوره او شيء فبتطبق كثير هذا الشيء غلط. أكيد. فلازم نعرف لعن مين بنروح. اكيد اكيد خطا دكتور. هلا ممكن نعرف الاستخدامات الاخرى للبوتوكس. اغلب العالم بيعرفوا انه هو بس للوجه تمام. فنحن شو هي الاستخدامات الاخرى اللي بتنصح فيها كل سيده عم تتابعنا؟ هلا البوتوكس كثير حلو واكثر شيء بيتاخذ لهي المنطقه هي نحن بنسميها التجاعيد التعبيريه تبع الوجه تبع العبسه رفعه الجبهه وخطوط الضحك. فهي اول استخدام له كثير حلو. في شيء حديث كمان دخل مثلا مثل نفرتيتي. في الصبايا انتم بتحبوا الدقن المحدده الواضحه فنحن بنستخدم تقنيتين صراحه بهالقصه هي.
وحده منهم التكساس هي بنحكي عنها بعدين كمان فيلر، والثاني البوتوكس. البوتوكس بيرخي العضلات، فمبداه رخي العضله، فانت رخيت العضله بتقوم بتشد العضلات اللي لساتها شغاله، فبتعطي هالنحت الحلوه للوش. فكمان ممكن نستخدم البوتوكس بشيء ثاني للشقيقه كمان يعني فنحن عم ناخذ فائده كثير حلوه من البوتوكس، انه فينا نعمل شيء تجميلي كمان للشقيقه كعلاج. والتعرق اكيد تمام، واخر شيء للتعرق كمان، خاصه هلا بدنا نقرب على الصيف، فكثير ضروري الواحد انه المنظر ما له حلو اذا في تعرق كثير. ايوه العلامه دائما سمر بيعانوا منه الصبايا، بيعانوا من الصبايا. مره عم بنصح وحده عم بقول لها انه اعملي بوتوكس تبع التعرق، بتقول لي انه منظره او هو له اخطار لبعدين. قلت لها الخطر الاكبر على المجتمع انه يشوفوا هيك مناظر كثير بشعه، ما حلوه ابدا. شيء امن جدا ليش ما نعمله؟ فحلو كثير بتلخصها بالصيف اكيد. يمكن مثل ما قالت سمر، البوتوكس ما له للوجه بس، هو للتعرق وهو للشقيقه. بدنا ننتقل ايضا للبلازما. البلازما يلي عم تتطور وتتطور، مو بس بمجال التجميل وايضا بمجال العلاجات، وايضا هلا يمكن ما بدنا نخرج على الموضوع، ولكن ايضا بمجال العقم صارت طبعاً كمان البلازما وكثير شيء مهم. هي بتتاخذ البلازما من جسم الانسان تمام، هو مصل، يمكن المصل. رح نوه على شغله بهالقصه هي، تفضل بتسمحي لي. يا ريت. هلا الفكره اللي بياخذوها العالم انه هي عباره عن مصل وبنحقن المصل تماما. هلا الكثير ضروري هي اسمها بي ار بي. شو يعني بي ار بي؟ بي ار بي يعني هي البلازما الغنيه بالصفيحات. هدول الخلايا اللي بالدم مجرد ما يشوفوا الهواء بيتكسروا، بيرموا المواد الفعاله بقلب الجرح، بيقوم شو بيستخلصهم الجسم وبيصير يحرض كولاجين. فانا بدي اخذ خلايا، فما بدي اخذ المي، فهي الخلايا كثير هشه، كثير صعبه تطلع، بدها خبره كثير طويله. مو مثل ما متعارف عنه هلا، انه اذا بتشوفي يعني عم بيسيئوا للبلازما كثير، انه اي حدا بيروح بيسحب دم بيصير في فصل المصل عن الدم. اكيد على كلامك دكتور، انا على المخبر انه ارخص، انه ما بيتاكدوا أيوة من الفعاليه تبعها اذا راحت يعني. انا جربتها سمر، يعني خلينا نحكي على الملأ، انه انا جربت حقن البلازما بالشكل الخاطئ طبعاً. يمكن وتعلمت اكيد انه مثل ما قلت حتى الابر بتختلف، مو هي شغله هيك طبعاً، لانه نتائجها سيئه. يعني انا بتذكر انا ازرق وجهي طبعاً. يعني وصار في تورم للوجه. قديش كمان ما بدنا حدا يوقع بهيدا القصه، مو مين ما اخذ دم أكيد وفصله بالمخبر فهو حقن بلازما. تفضل دكتور. تماما، فهي الفكره انه تعداد خلايا كل ما كان اكثر، وهي اللي بنشوفه مثلا دمك غير دم قمر غير دمي، النتيجه حتختلف. كل شخص ايوه كمان تختلف بين شخص وشخص، بس اجمالا اذا انشغلت صح الكل بده يستفيد. ومن جلستين ثلاثه يعني انا بفضل نعمل كورس كل سنه مره على الاقل. الكورس هو عباره عن اربع جلسات بفاصل ثلاث اسابيع بين الجلسه والجلسه، ممكن للسواد تحت العين، ممكن للكلف، للنضاره، للشعر، يعني وين ما تنحطي خلايا جذعيه بسموها عامه هيك، انه الجذعيه تبع الدم، فكثير بتحرض انتاج الكولاجين او الجرابات الشعريه، وين ما تحطيها بيطلع شيء حلو. هلا عم نسمع دكتور كثير عن الهايبو، ممكن نعرف على اهميه الهايبو وشو ممكن يقدم للبشره؟ تماما. هلا نزل حديثا العالم مثل ما بتشوفي عم بيتطور، عم بياخذ كل شيء طبيعي، فعم يبتعدوا عن الجراحه، عن القصص اللي فيها ابر فيها دم، فاخترعوا شيء اسمه الهايفو. الهايفو هو قماش فوق صوتي نفس ايكل الحمل بس مركز. فنحن لما نضرب بالبشره عم بيتركزوا هدول الامواج فوق صوتيه بنقاط محدده، نحن بنسميها حروق بؤريه، فبتعطي توليد الكولاجين. والميزوثيرابي هلا الميزوثيرابي شيء ثاني فينا نشركه مع البلازما. الميزو بيعطي نضار. هلا الفرق انه البلازما من دمك، الميزو فيتامينز خارجيه وشيء كمان بيعطي شيء حلو للبشره، فحلو اذا جمعنا الاثنين. بينما الهايفو لا بيشتغل على العمق اكثر، بخليكي مثلا انا بكفيني جلسه بالسنه، فبتصيري تكبري بالعمر. كثير حلو نكبر بالعمر وما نحتاج عمليه شد وش، يعني هي بالاخير اسمها فيس ليفتنج وذاوت سيرجري، يعني شد الوجه بدون جراحه. فكتير ضروري الصبايا تعمل جلسه مشان تكسب حالها لبعدين. طيب امتى بتلاقي نتيجه الجلسه؟ بعد امتى بتظهر على هلا الطبيعة؟ الجلسات انا بفضل انه نعملها تباعا، فانا بدي مثل ما قلت لك جلسه كل سنه، فالنتيجه كاول مره بتنعمل، وهي اللي بيلاحظوها الصبايا انه كثير المنشات الاعلانيه اللي بتطلع عنا كثير ما انا مزبوطه بالواقع. بالواقع يعني بتكون في شيء الطف. فاول جلسه يكفيني انه تعطيني نضاره وبتدوم تقريبا شي سنه. الجلسه الثانيه ببلشها تحس المريضه عم بشد وشها اكثر، الجلسه الثالثه احلى، فبتصير شو عم تكبري بالعمر وشك عم بشد كثير شيء حلو. هي هدف الهايفو. طيب كشيء وقائي اكثر من انه يا لطيف رح يشد وجهنا و... طيب اذا بدنا نعرف دكتور نصيحه لكل سيده عم تتابعنا عبر الاخباريه السوريه، شو بتقول لهم؟
هلا بنصحهم على طول الاهتمام بالبشره، ما نترك بشرتنا للعوامل الطقس، واهم شيء نحط واقي شمسي كمان، الشمس هي العدو الاول للبشره، هي اكثر شيء بسبب الشيخوخه للبشره. بنصحهم كمان هيك بالاعتناء اللطيف، الشيء الطبيعي، يعرفوا لعن مين عم بيروحوا، يعني ما نسلم حالنا لاخصائيين ما نون الدكاتره اساسا، عرفتي شو؟ ويعرفوا المواد، اي دكتور بدك تروحي لعنده شوفي المواد تبعه، شوفي شو عم بيحكي لك، عرفي الطريقه نوعيه المواد. ايه تمام، وعرفي الطريقه اللي عم تصير، خاصه بالفيلر، الفيلر كثير عم لاقي هلا في اخطاء في طبعا، مع انه الفيلر هو اذا عمل صح مادة كتير طبيعية وما لها أي أثر، مادة صحيح وكتير شي حلو بيطلع. شكرا كتير لك دكتور رائد نواهي تجميل، شكرا كتير لوجودك معنا وللمعلومات يلي قدمتها. أهلا وسهلا، شكرا كتير لك دكتور رائد لوجودك معنا.